الرحيم في هذا الدعاء المعروف للإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام، معروف بدعاء مكارم الأخلاق. هذا الدعاء مروي بطرق عديدة، ومنها في الصحيفة السجادية. ففي تصوري أن هذا الطريق هو أصح طرق هذا الدعاء، وأحد الرواة هذه الصحيفة ومنها هذا الدعاء هو صاحب هذه الليلة الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. روى هذه الأدعية عن جده الإمام زين العابدين صلوات الله عليه. هذا الدعاء مجموعة أخلاق نفسية واجتماعية وسياسية واقتصادية وتربوية وما إلى ذلك. الدعاء جدير هذا بالخصوص بالحفظ وبالتأمل. أول هذا الدعاء هكذا الإمام عليه الصلاة والسلام يفتتح كلامه مع الله سبحانه وتعالى: اللهم صل على محمد وآله، وبلغ بإيماني أكمل الإيمان، واجعل يقيني أفضل اليقين، وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات، وبعملي إلى أحسن الأعمال. هذا الدعاء يحتوي على 20 فقرة، دعاء مكارم الأخلاق، كل فقرة تفتتح الصلاة على محمد وآله. وفي بعض الفقرات أكثر من بند واحد حسب أسلوب الإمام عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء مع الله سبحانه وتعالى. وهو من المعروف بذلك الروايات، لعل الروايات متواترة من العديد من فرق المسلمين، مو خاصة بنا نحن الشيعة، حتى غيرنا أيضا روى هذه الروايات. أن من أسباب إجابة الله تعالى للدعاء أن يفتتح الدعاء للصلاة على محمد وآله. الإمام زين العابدين صلوات الله عليه في هذا الدعاء يفتتح كل فقرة للصلاة على محمد وآله، ويتابع في الفقرة الثانية والفقرة الثالثة، وهو تبركا بالصلاة عليهم، وفي نفس الوقت هذا فد واقع، كما أن هناك وقائع، أمور واقعية في هذا الكون نلمسها، وأمور واقعية نعرفها من دون اللمس. الجاذبية فد أمر واقعي في الكون بالحواس لا ندركه إلا بحاسة اللمس، على التوسع في هذه الحاسة، بأنه شيء إلى الإنسان يسقط يأتي إلى الأرض، لا يقف في الفضاء، لا يصعد إلى السماء، هذا يقولون من حاسة اللمس إلا بهذه الحاسة. هذه حقيقة في الواقعيات التي هي أقوى في ذاتها من هذه مما يلمسها الإنسان في الدنيا. هذه الأمور أي مانع في أن يكون الله سبحانه وتعالى ربط بين إجابة الدعاء
وبين الصلاة على أهل البيت عليه الصلاة والسلام. والمظهر لذلك على حد تعبير العلماء مقام الإثبات ماله هذه الروايات التي تقول من أسباب إجابة الله تعالى للدعاء ذلك أن يفتتح الكلام الصلاة على محمد وآل محمد. الإمام زين العابدين صلوات الله عليه بدأ كل فقرة بهذا، هذا تعليم، وفي نفس الوقت وقبل أن يكون تعليم عمل من الإمام عليه السلام بهذا الواقع الذي يعلمه قبل أن نعرف نحن هذا الواقع. ومن طرفهم ومن بواسطة أهل البيت عرفنا وتعلمنا هذه الحقائق. بعد هذا الإمام يسأل الله سبحانه وتعالى في مقام السؤال من الله: اللهم بلغ بإيماني أكمل الإيمان، بلغ بإيماني أكمل الإيمان. أربع كلمات في هذا الدعاء في مفتتح هذه الفقرة. إلهي أنا مش راضي، أنا ما أقدر أصعد، أنت صعدني. الإنسان اللي وزنه 150 كيلو هل يقدر يتسلق الجبال؟ ما يقدر. هل يقدر يقفز؟ ما يقدر. يوقع يتكسر، ما يقدر يقفز. إذا قفز يوقع يتكسر. نحن مثقلون، شئنا أم أبينا، شئنا أم أبينا مثقلون بالشهوات. الشهوات أطنان، الأطنان والأطنان من الثقل أوجدت فيها مختلف أنواع الشهوات. قد الإنسان يتأمل يلتفت إلى ثقل الشهوات، قد لا يتأمل حتى ما يلتفت إلى ثقل الشهوات. أما هذه فحقيقة الله سبحانه وتعالى جعل خلق المصالح التي هو ارتآها وأرادها، خلق فينا الشهوات. هذه الشهوات تثقلنا، وين تخلينا احنا نقدر نصحى؟ ما نقدر. يعني هذه حقيقة، هذا واقع. مهما كنا فاهمين، مهما كنا شاطرين، مهما كنا نشطين، مهما كنا مستوعبين لأطرافنا ولحدود الأمور، مع ذلك الثقل شو تسوي له؟ ثقل، هذا الثقل واقعي، ما يخلي الإنسان يصعد، ما يخلي الإنسان يتمكن من الصعود. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم. إلهي أنت اللهم بلغ، انت الزمني، انت صعدني، انت اخذني. هسه هنا بحر من النكات الأدبية في كل واحدة واحدة من هذه الكلمات يلتفت اليها كل بمقدار مستواه. ما اريد اصلا ادخل هذا المستوى لان همه اختصاصي هذا، إذا عرفت بعض الشيء من بعض الحدث. ثم الغرض بيان معاني هذا الأمر، بالرغم من أن الإمام عليه الصلاة والسلام يتكلم. يعني شوفوا هاي نقطة جدا مهمة، كلما نلفت أنفسنا إليها نحتاج إلى المزيد من الإلفات، يعني إلفات أنفسنا إلى هذه النقطة، وهي أنه لا يغفل الإنسان حتى في حال الدعاء عن أن يصوغ الدعاء في لباس أجمل، في إناء أجمل. بلغ، اللهم بلغ بإيماني أكمل الإيمان، وراها وانت واجعل يقيني، مو وبلغ، هم نفس الشيء. واجعل يقيني اكمل اليقين، لا الامام بشكل ماضي، وبلغ بنيتي الى اكمل النيات. ليش ما بلغ؟
وبلغ بعملي إلى أكمل الأعمال، بالإضافة إلى أن هناك واقعيات تفصل بين هذه التعبيرات وهذه الكلمات، هو تغيير تجميل والجمال، وإن الله جميل يحب الجمال. الله سبحانه وتعالى في البشر أيضا أودع الجمال وحب الجمال. الله في الماء أودع الجمال حسب الروايات وحب الجمال، في الأرض أودع الجمال حسب الروايات وحب الجمال. مو بس احنا اللي نعي نشعر نفهم، احد الاساتذه واحد طلبته يقولون كان صار حديث عندهم في انه هذه السماوات هذه السماوات هذه الارض شلون تعقل شلون تعرف. فقال التلميذ لاستاذه، التلميذ قال للاستاذ يعني هذا الحائط يفهم؟ شلون يفهم؟ شنو يعني؟ مثلا لما أنت تتعجب من هذا قال إيجاز، لعله هو أكثر يتعجب منك، أنت شلون تفهم؟ الأستاذ قال الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء جميلا بحسب ذلك الشيء، وخلق فيه حب الجمال. مو فقط إن الله جميل يحب الجمال، لا، أودع فينا الجمال وحب الجمال. كل شيء خلقه الله جميل بحسبه، من الممكن أنا في ذوقي أو جنابك في ذوقك أبعاد هذا الجمال من أدركه، أما هو في مستواه في واقعه وملاحظة بقية الأمور المكتلفة بك جميل. فلا نغفل من أنه لاحظ الإمام زين العابدين قد يكون يتكلم معنا، نقول جمل التعبير، جاب التعبير جميل. الإمام دا يدعو دا يحكي مع الله دا يطلب من الله، مع ذلك جمال التعبير وتغيير التعبير عنه، تقليل من التكرار عنده إلا لملاحظة. اللهم بلغ بإيماني أكمل الإيمان. الإمام عليه السلام يسأل من الله، إيماني كمله، يقيني كمله، نيتي خلي نية كاملة، عملي خلي عمل كامل. ها؟ هو ما جايب كمال، ما نكرر الكمال، ما جايب، ما نكرر بلغ، ما نكرر اجعل، واحد اجعل، واحد بلغ، واحد كمال، واحد احسن، واحد افضل. يعني هذا تغيير التعبير، هذا جمال. الانسان دا يسأل الله المطلب الواقع، دا يسأل من الله غير الواقع. في اناء جميل يخلي يسأل من الله، في ثوب جميل يخليه يسأل من الله سبحانه وتعالى. يعني الإمام مع أنه منصرف بكله بلا شك التكلم مع الله سبحانه وتعالى، منصرف بكله بلا شك إلى الله سبحانه وتعالى وإلى معاني ما يقول وإلى معاني ألفاظه، مع ذلك لم يغفل عن هذا الجانب، لأن الله يحب هذا الجانب، يحب الجمال، هذا نوع من الجمال. اللهم بلغ بإيمان إلهي، أنت سوي هذا الشيء، أنا ما أقدر عليه، أنا ما أقدر أجر روحي، أنا مثقل. حتى اللي معصية ما عنده، جنابك إن شاء الله تكون عادل وتملك ملكة العدالة على أحوط وأقوى معاني العدالة اللي من أعلى مراتب القدس، وفي نفس الوقت في مقام العمل هم يكون لك اجتناب عن المحرمات وإتيان الواجبات، ورع كامل عندك. لكن الشهوات
منعزلة عن الإنسان، منعزلة. من الممكن واحد يمارس قد ممارسة طويلة مثل بعض المرتاضين اللي يمارسون، يكبح بعض الشهوات، يقتل بعض الشهوات. أما الشهوات هي واحدة، اثنتين، ثلاث، عشر، مية، ألف. من الممكن الإنسان بالتمرين، بممارسة، بتلقين بعض الشهوات يخففها في نفسه. أما هذا ما يصير سبب هاي الكفة من الميزان تنزل، وليش الكفة ترفع، ترتفع أكثر، والشهوة الأخرى يكون أقوى فيها. فالتعبير أنا ما أدري، بالروايات أكون وكلام الفقهاء، كلام العلماء في كتب الكتب الفقهية بالمناسبة يذكرون في باب الوضوء أحيانا يذكرون، أحيانا في باب الصلاة يذكرون، لعله أكثر في باب الصلاة يذكرون، في النية، في مسألة الرياء. يقولون قد يكون الرياء بترك الرياء، يعني النفس هالشكل مثقلة وأنا وأنت نشعر هذا المعنى. الله لا يبتلي نبي بهذا المعنى، لكن نفهم ندرك هذا. يعني قد يكون الشخص يصلي صلاته، يطول الركوع، يطول السجود، القراءة يجيبها قراءة وترتيل وخشوع، الخشوع الظاهر على أعضائه، على يديه، على عينيه، للرياء يسوي هذا الشيء. هذاك اللي قاعد يشوفه يشوف هذا خوش. أن يكون لا يدري ذاك هم ذكي، إذا أنا سويت رياء يعرف أنه رياء، فعمدا أصلي صلاة عادية حتى يشوفني أنا مو مرائي، حتى أراوي أنا مو مرائي. إيش أسوي له؟ يعني هم نفهم هذه الأشياء. من الممكن ما نقدر نعبر عنه تعبير جيد وكامل. إن الله ينظر إلى قلوبكم. الإيمان موجود بالنسبة إلهي، أنت رفع مستوى الإمام عليه السلام، يسأل من الله بكلمة مادة التكميل، اللهم بلغ بإيماني إلى أي كلمة بلغ غير المعنى البلاغي لهذه الكلمة، مادة البلغ في مثل هذه الجملة، لعله يستفاد منها التدريج، يعني شوية شوية، يعني مش قفز، مقابل للقفز. هذا بشر مقابل لازم تدريج يصير، بس مراتب التدريج تختلف. بلغ بإيماني أكمل الإيمان، شوية شوية، شيئا فشيئا، مرتبة فمرتبة، إلى أن يوصل إيمان يكون أكمل الإيمان. أكمل الإيمان شنو؟ أكو بالحديث، ولعل بعضكم أحفظ مني لهذه الأحاديث، عن النصوص قليل حافظها. يكون في الحديث في آخر الزمان إذا مات شخص، الحديث إذا مات شخص في آخر الزمان مؤمنا تعجبت الملائكة. ليش تتعجب الملائكة؟ هذا مرض قليل، ماكو، نادر، يدعو، يصلي، يريد يصير خوش إنسان، يريد يصير أحسن، يحاول، بس ما يصير. مو لأنه ضعف في العطاء، نعوذ بالله، من جانب الله،
التقصير من جانبنا، تقصير من جانبنا، يعني في مسائل الشهوات نخلي حيل أكثر من مسائل المعنويات. ولذا يبلغ الإنسان شهواته أحيانا أكثر مما يبلغ معنويات، حيل ما يخلي ذيك الإرادة ما يريدها، مو ما يقدر ما يريدها، قل لأنها صعبة ما يخالف، صعبة. واحد يشتري بيت ساعة 100 متر ويشتري بيت ساعة 1000 متر، محلوم 1000 متر أصعب، فلوس أكثر، كل شيء تلبيه 1000 متر أصعب، فراش فرشة أكثر، كنسة أكثر، ما أدري كذا أكثر، مصابيح يخلي بي أكثر، غاز يخلي بي، تدفئة، تبريد، كل شيء أكثر، معلوم؟ معلوم المعنويات أصعب، مضافا إلى أنه مثقا الإنسان، يعني أكو مغناطيس يجر عن المعنى، مو مغناطيس واحد، بل علم. كل شهوة يعني اشتهاء، يريد هذا الإرادة، هذا الاشتهاء يريد في نفسنا، الله خلق لنا. وبهذا يومئذ آية القرآن الكريم يتفرقون، هاي اللي تخلينا مو على درجة واحدة، ونحن هنا وإن شاء الله كلنا مؤمنون يوم القيامة واحد من بعد من الثاني، هم درجاتهم هنا قاعدين مع بعض. مرة أنا أشوف فلان صديقي أقعد وياه يقوم وياه، وين أنا وين هو، كما في الحديث ينظر بعضهم إلى بعض وكأنهم نجم، الآن شلون ينظر النجم، هذا صديقي يمي شان، هذا اعتنى بإيمانه أكثر، حصل أكثر، ومنها الدعاء، ومنها الإلحاح، ومنها التوسل بأهل البيت عليه الصلاة والسلام. اللهم بلغ بإيماني أكمل الإيمان، أكمل الإيمان لون حصله حتى ساعة قبل الموت اللي يصير عمره 100 سنة هم يسوى زين، هذا ربحان، هذا ناجح. أما المشكلة إذا الإنسان ما يحصل، وما يحصل مو لقصوره، مو ما يقدر، ما يسوي لتقصيره. القصة معروفة عن أحد أهل العلم اللي بالمستقبل صار من العلماء، أصور القضية كما ينقلون، أنا شايفه الآن مو ببالي، أنه على أحد المدرسة علمية بشدة البرد، طالب علم شاف امرأة متحيرة باب المدرسة أو باب الحجرة، دقت الباب عليها، مرأة طالعة رايحة في ضيافة في كذا، متأخرة بالليل، طالعة خافت تروح البيت، يجوز أيام اضطرابات شيء أكو ذاك الوقت، فقالت لا مدرسة وطلاب علم ذول مؤمنون ذول إيمانهم. لذا لجأت إلى طالب عن فرقة الباب عليه، طالب عنها فتح الباب شاف امرأة، دخل حجرة امرأة وطالب علم، طالب علم بس بشر وأعلم، وليلة الشتاء ليلة طويلة، المرأة مطمئنة باعتبار أنه هذا عالم. حقيقة نحن أهل العلم لنا أمران صعبان وعلينا مسؤوليتان كبيرتان، مسؤولية أنفسنا ومسؤولية الذين يثقون بنا، يضعون ثقتهم فينا. هاي المرأة بكل ثقة، طالب علم صحيح يحاسبنا على هذا، يلعب أكثر من الطلبة المدارس. حجرة قول إلى كانت كبيرة 20 متر كلها،
15 متر 10 أمتار. نامت للصبح، صبح اجت للبيت، هي كانت بنت حكام البلد، بنت حاكم البلد، اجت للبيت وين كنتي؟ ما راح اعرف القضية هالشكل. صارت طلعت قلت اجي للبيت، لجأت للمدرسة اعلام حجر الطالبة، شكوا بها شافوا لا طالب العلم منعه تقوى حتى يحكي وياه. هذا عظيم، شاف في حجره ليله شاتيه طويله ما حد ماكو، هذه الشهوه هي وحده من الوف الشهوه، وحده من هاي قدر يضبط. حاتم دز عليه اجي شكر من الرد ينعم يكرم، شاف اصبع راسه اصبع محروم، شنو هذا؟ قال الواقع اللي عن الشعر ومره وبالحجره والحجره مسدوده، باب الحجره مسدود، الشيطان قام يلعب بعقلي، انا شفت خاف ما اقدر اقاوم، لعله نفطية شيعة لهم نار. شنت هي ادني اصبعي على النار تحترق اصبعي، والجرح يسكنه الذي والم، الم الحرق هو اي الم شديد، اجار الله الجنة. فمد انصرف عن هذه الشهوة، بعدين شهوة قوية تعود الشهوة إلي، يعود إبليس إلي يوسوس لي، فأخلي أصبعي أيضا على النار. المرأة بعدين نقلوا إلها قالت إي أنا بالليل كنت أشتم ريحة لحم بالشوم، عجبت قصد اللحم ما لحظة كان ديشوي، كان ديشوي الشهوة، ديشوي الاشتهاء. نفس هذا العمل بعدين يقال ان الحاكم زوجه نفس هذا واحد العلماء المعترف. تدرون هالقضية الصغيرة شقد يريد لها خلفية حتى الانسان في هيج مكان في هيج موقعية يقدر هذه الشهوة خلال ساعات يحفظها. أهل جهنم هم مو أرادوا أن يكونوا أهل جهنم، مو دخل الجهنم مرة واحدة والعياذ بالله، شوية شوية الشر عادة والخير عادة، شوية شوية يرتطب، شوية شوية بلغ بإيماني أكمل الإيمان يصعد، وبلغ بإيماني أكمل الإيمان. هذا فج جزء منه. الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يوم من الأيام كان طالب علم مثلنا، الآن يمضي على وفاته رضوان الله عليه 1281 متوفى، الآن 1420 يعني 139 سنة الآن متوفى الشيخ، يعني قبل 140 سنة كان موجود. هذه القصة اللي أنقلها لكم مكتوبة في تاريخ الشيخ الأنصاري، في أعيان الشيعة موجود، في أعلام الشيعة موجود، مكرر عن الشايف. هذه القصة ترجع إلى 139 سنة يعني وفاة الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري يوم من الأيام كان واحد مثل طالب علم، بعدين في اليوم كان مدرس، بعدين صار مرجع تقديم، ومرجعية عامة إنه صار. لما مات الشيخ الأنصاري رادوا يوزعون ما يملك قبل الموت عند الموت
على ورثته، جابوا مقومين يقومون يوزعون على الورثة أموال الشيخ الأنصاري. قوموا شنو عندهم؟ فراش، ملابس، حتى ملابسه اللي كان يلبسها وفراش اللي كان في بيته. مهم واحدة كان طالب علم بالحجرة بالمدرسة يعيش، لا عنده مرأة وأطفال، وأم كانت عنده، يعني إلى أيام مرجعيته أمه كانت موجودة، لابد أمه عنده مستلزمات، ملابس وفراش مواعين. ضيوف كانوا يجوا الشيخ الأنصاري أيضا. لما مات الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه جابوا مقومين يقومون كل ما يملك الشيخ الأنصاري حتى يوزعوه على ورثته. ايش قد صار؟ كل ما يملك. إذا ما أخطأ ببالي من القديم كل صار 70 تومة. أو 70 ريال قران كان يسمون، يعني 7 تومان. يسمون التومان هواية ما يخالف، وفلوس فضة كانت، تومان فضة كان، كان التومان والدينار والدرهم متبادلا، فضة وذهب كل ما كان يروح للنار، غالبا فضة خالصة كانت وذهب خالص غالبا، أحيانا مغشوش كان. اللي أكو مسائل شرعية عن الذهب المغشوش، الفضة المغشوشة، في الزكاة، في الخمس، شي يسوون، تجري البراءة، يجري الاحتياط، المسائل تابعة. والشيخ الأنصاري منو؟ مو فد واحد طالب علم ما عنده تجي فلوس، كانت تجبى إليها الأموال الذهب والفضة في جواني جونية ذهب كان يجيب دنانير ذهب، جونية فضة يجيب جواني حتى في قصة أنه فد عالم كان اسمه الشيخ محسن خنفر، هذا كاتبين في تاريخ، كان يعني من ناحية السن والعمر متقدم على الشيخ الأنصاري، كان موجود في زمان الشيخ الأنصاري. أخبر الشيخ الأنصاري بأنه شيخ محسن خنفر عالم مريض واقع بالبيت ما عنده فلوس. الشيخ الأنصاري هم ما كان عنده شيء، جابوا لي بجونية ذهب، دينار ذهب، قال شيلوا هاي البنية ودوها بيت الشيخ محسن خنفار، ايش قد يحتاج خل هو يشيل. جابوا البنية الذهب بيت الشيخ محسن خنفار، الشيخ محسن خنفار كاتبين ايش قد الان مو حافظ، شال فد دينار يعني واحد من البنية، دينار يعني مثقال ذهب، يعني ثلاثة أرباع المثقال مال اليوم، يعني تقريبا 3 غرامات، وقسم من دينار آخر شوية منها أخذ، لأن كانوا يكسرون أحيانا باعتبار الذهب هذا قيمته معروفة، دينارين ما شال، دينار ذهب وقسم من الدينار الأخير، يعني قطع كانت. وبعد ذلك تبين من البقية رجع، أبلغ شكري الشيخ مرتضى أقول أنا المقدار كافي. بعدين بعد ذلك الشيخ محسن خنفر مات بكذا أيام، وتبين أن هذا المقدار اللي شال مقدار نفقته إلى يوم موته، إلى وقته كانت تجي جونية ذهب للشيخ الأنصاري. ولما مات من 7 شوامين و70 تومة، 70 أكوسة لقران وتومان، يعني الآن مو فوال هواي يرد لها الشغل حتى هالشكل. هذا طريق إلى أكمل الإيمان. إلهي أنت أخذ إيدي بلغ بإيماني أكمل الإيمان، مو شهوة
جنس فقط وقصة ذاك العالم، شهوة المال، شهوة الجمع، شهوة الرياسة، شهوة التفوق، شهوة الظهور. أنا أعرف شيء هاي يوسوس عندي، أقول حتى الناس يعرفوني يعرفون قدري. مسألة مو مسألة أحكام إلزامية، قد يجب على الإنسان أن يظهر علمه. مو في مقالات، مو أقول واحد يسكت حتى فيما يجب، لا، لك حرام يسكت إذا يجب. فعلى العالم أن يظهر علمه، يظهر نفسه، أحيانا يكون واجب هذا. لا، أما إحنا وأنفسنا، أنا ونفسي وأنت أكمل الإيمان، وين أنا وين أكمل الإيمان؟ إله شوي صعد إيماني بل درجات الكمال ما يخالف. أما من لطف الله مو بعيد. ليش اللي صاروا اللي وصلوا بعد مرتبة المعصومين عليهم الصلاة والسلام منو كانوا وشلون كانوا؟ انتوا لاحظوا تاريخ الأتقياء، تاريخ العظماء في طريق الله سبحانه وتعالى، تاريخ العلماء، هذول مو إلا أول يوم كانوا في هالمستوى، مو أول يوم كانوا في درجات رفيعة. الله سبحانه وتعالى يأخذ بيد شر الناس إذا توجه إلى الله وسعى السعي الذي يلزم الذي يتمكن، لأن الله سبحانه وتعالى يا باسط اليدين بالعطايا. أنا في مستواي حقيقة ما أشوف شنو أكو تعبير أعظم من هذا بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى. يد يعني قدرة. نحن باعتبار أنسنا نحن البشر، بعض فقرات الأدعية باعتبار أنسنا نحن البشر، الإنسان قدرته البدنية في الأخذ والعطاء والقبض والمنع في اليدين، ولذا اليد تكون رمز القدرة. يا باسط اليدين بالعطية، يعني هذا المعنى بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، خذ الغايات وفك المباديها، هذا المعنى بعنوان أنه مبدأ مو صحيح، كناية عبر بهذا المعنى. المعنى الحقيقي اللي كنايته مراد بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، المعنى الحقيقي يعني الله سبحانه وتعالى كل قدرته، كل تعبير بالنسبة إلى الله مجاز، كل قدرته مخليه في العطاء. ليش يمنعني ويمنعكم؟ ليش خلقنا ويرحمنا؟ ليش يمنعنا؟ احنا لازم شوية نهتم، واكثر من شوية، وبعد اكثر، وبعد اكثر. يا باسط اليدين بالعطية، القرآن هو يقول لرسوله ولنا جميعا ولا تبسطها كل البس، بس هو باسطها كل البس. مهم وحدة باسطها، اثنين أكثر. يعني الإنسان في هذه الأدعية شوية هم يتأملها، نفس هذا التأمل سمو انشداد إلى الواقع. اللهم بلغ بإيماني أكمل الإيمان، إلهي أنت سوي فد شكل، انت صعدني حتى ايماني يصير اكمل الايمان. واول شروط، اول شروط اكمل الايمان الواجبات والمحرمات، هذه الدرجه الاولى. والامام الرضا صلوات الله عليه صاحب هذه الليله يقول في الحديث الصحيح:
تصور عن عبد السلام ابن صالح الهروي، هذا ابو الصلت معروف، هذا الثقة، هذا من خدام الأئمة، لأن عليهم الصلاة والسلام عندهم خدام بعضهم ما نعرفهم يعني بالتاريخ ما واصل لنا، وبعضهم بالتاريخ واصل سلبيات عنهم مثل أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هذا خادم الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام عبد السلام ابن صالح الهروي من هرات من أفغانستان، أبو الصلت، هذا الثقة، يعني كل فقهاء الشيعة يخضعون لوثاقته. تصور ببالي هذا الحديث هو يراوي، والرواة عنا أيضا ثقات، حديث صحيح. يقول سألت الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام كيف يحيى أمركم أو كيف يحيي أمركم، قال يتعلم، هاي مالتنا احنا، يتعلم علومنا لا تغفلوا، في الأصول تقرون، في البلاغة تقرون، في النحو تقرون، ونقرأ وقرأنا، الجمع المضاف يفيد العموم، الجمع المضاف بمعنى كل علومنا، يعني كل علومنا، جمع مضاف، جماعة من الأدباء والبلاغيين وعلماء الأصول والفقهاء. في المفرد المضاف هم نفس الشيء يقولون، أما محل خلاف، ولكن في الجمع المضاف اتفاق كلمة كل أهل العلوم الذين يتعرضون لهذه المطالب أنه يفيد العلم. يتعلم علومنا ويعلمها الناس، هذه من الواجبات الكفائية التي ليس من فيها الكفاية، والآن على كل من تمكن واجب عيني، يتعلم كل علوم أهل البيت، وهذا كل علوم أهل البيت يعلمها الناس. إذا تعلمنا نحن أهل العلم كل علوم أهل البيت وعلمناها الناس، الناس يهتدون لأهل البيت إلى أهل البيت. شريف العلماء رضوان الله عليه أستاذ الشيخ الأنصاري، وأستاذ المئات من أمثال الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، من أمثال يعني مو في هالمستوى، يقال أنه كان يدرس ويحضر درسه 1000 أو أكثر من 1000 طالب علم. أنا عندي تقرير درس شريف العلماء، قسم بعض دروسه، كتاب مخطوط موجود عندي، مو مطبوع يعني، أنا ما شايفه مطبوع، في مباحث في علم الأصول. هناك بمناسبة بحث علمي في الأصول ينقل عن المرحوم السيد بحر العلوم، سيد مهدي بحر العلوم، لأن هو قريب العصر من سيد مهدي بحر العلوم، لعل شريف العلماء أدرك سيد مهدي بحر العلوم، ولعله معاصر شوي متأخر عنه، على كل كلش قريب العصر من سيد مهدي بحر العلوم. يعني لعل وفاة شريف العلماء بعد وفاة السيد بحر العلوم بأقل من 20 سنة، هالشكل اللي ببالي، فقريب العصر من سيد بحر العلوم. ينقل قسم مختصر بمناسبة بحث علمي، قسم مختصر من مناقشة السيد بحر العلوم مع بعض علماء اليهود والنصارى، ونتيجة البحث خضوع أولئك لكلام السيد بحر العلوم. عالم يهودي، مو رجال عادي، مو عامي يهودي،
عالم نصراني. السيد بحر العلوم إذا ما عند علوم أهل البيت يقدر يناقش عالم يهود وعالم النصارى؟ وقسم من المناقشة اللي هناك ذاكرة نفس مناقشة الإمام الرضا صلوات الله عليه مع ذلك النصراني في مجلس المأمور، قسم منه وقسم آخر أيضا يتعلم علومنا ويعلمها الناس. وهذه مناسبة ميلاد الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، نتعلم من أهل البيت ونقتفي آثارهم ونعمل بالواجبات، وأهمها لنا تعلم علوم أهل البيت وتعليمها الناس، حتى لعل الله سبحانه وتعالى ببركة أهل البيت يأخذ بأيدينا إلى درجات كمال الإيمان. وأسأل الله سبحانه وتعالى ذلك لي ولكم، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين.